السادة، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء اليومي في برنامج الغاز رمضان. والآن لننتقل معكم إلى رمال الصحراء، رمال الصحراء الشاحبة وتحت أشعة الشمس اللاهبة، وبين تلك المراعي عاشت القبائل العربية التي نحن منها. هذه القبائل التي كما تعلمون فيهم صلابة ومضاء وحدة ذكاء، دفعتهم ظروفهم وبيئتهم لتشكيل هذه الحياة، فتكونت لهم فيها بداوة وفطرة، وتميزت لهم أخلاق فيها بأس وشدة وكرم ونبل وحمية ونجدة. ذلكم هم العرب في شبه جزيرتهم، شعب الفرسان، شعب النبل والكرم والتضحية. صاحبنا الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة من البرنامج هو أحد الفرسان الشعراء، وقد كان معظم فرسان العرب شعراء. نقول صاحبنا هذا أحد هؤلاء الفرسان الذين اشتهروا في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، أي قبل الإسلام، وقد دخل الإسلام في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. أبوه من سادات قومه، لم يكن يتوسم خيرا في ولده، إذ كان شابا لاهيا عابثا أكولا كسولا أيضا، لذلك لقبه أبوه بالمائق، أي الأحمق الذي لا يصلح لشيء. وفي أحد الأيام أما سمعتي؟ أشبعيني فإن غدا الكتيبة. تقول هذا وكأنك تقول لي أعديني لغد فلن تجدي للمغير سواه. أسمعت يا أبتا؟ يقول إن غدا الكتيبة. وما أنت وهذا يا مائق؟ أنت لست أهلا للغد وللكتيبة، أنت لست أهلا لشيء إلا أن تلتهم ما تجد من طعام. يا الله، حتى في هذا الموقف الحرج لا يهتم هذا الولد المائق إلا بالاحتيال على لقمة يحشو بها بطنه. يا بتي، إنني ولدك، أشبعني وسترى ما أستطيع أن أفعله. لك ما تشاء، أشبعيه. ما بالك؟ أما سمعت يا أبي؟ أشبعيني ولا تدعين أنتظر طويلا، سأعود بعد قليل. تحب الاشتراك، أفلا تحب أن ترى؟ اللواء ما زال مرفوعا في يد أبي. بدأت الهزيمة.
والناس من ورائه. الفرار الفرار لننقذ عيالنا. سيفك يا أبي. أنا سأخذ فرسك، فاليوم ظلم. أتهزأ مني يا خامل؟ أتستهين بي إلى هذا الحد وكأنما تقدر على ما لا أستطيع؟ بما سيتحدث الرجال؟ ها؟ وقد شهدوك وسمعوك تعلن أنني لا أقوى على الشدائد. ضيعك، ابتعد عن طريقي قبل أن سيفك وإذنا بركوب فرسك. خليه أيها الرجل، وما يريد؟ ماذا؟ أخليه؟ إن قتل كفيت مؤونته، وإن ظفر فهو لك. خليه يا أبي. ولك الإذن بامتطاء فرسي. أخي، لقد أشبعتك بالأمس. أجل، أرنا الآن ما تستطيع. الغازي يبتعد عن الديار والمعركة ما زالت شديدة. ماذا حدث؟ أهو المائق؟ أبتاه، أبشر يا أبتاه، أخي أبتاه، ولدك. ماذا حدث؟ رمى بنفسه القوم وسيفه يدور كما تدور أجنحة الطاحون. تفرق الأعداء أمام المارد الجبار، أمام أخي. ولدك شق صفوفهم وخرج به الجواد من بين أظهرهم، وعاد بعد حين يشق طريقه في قلب الخصوم. فدب الرعب في نفوسهم وعاد الأمل إلى فرساننا، فقروا للانتقام وفر العدو خاسرا. ولدي ولدي، إنه قادم على رأس فرساننا يحمل ألويلة النصر. إنه منذ الآن فارس القبيلة. لا، ليس مائقا، هو فارس الفرسان. ولدك فارس الفرسان؟ أجل، إنه ولدي، إنه فارس الفرسان، ولدي. أبي ولدي، يا فخر أبي، بل يا فخر قومه. سيفك يا نبي. هو سيفك منذ اليوم، لكن أخبرني كيف حدث كل هذا؟ لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا،
وبدا التميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا، هم ينظرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. أخي أشبعيني. والآن وبعد أن عشنا أحداث هذه القصة، من هو الفارس الذي بدا مائقا وانتهى فارسا من الفرسان المعدودين، الذي بدأ جاهليا ومات على الإسلام؟ من هو الفارس الشاعر الذي بدا مائقا وانتهى فارسا من الفرسان المعدودين، بدأ جاهليا ومات على الإسلام؟ أرجو أن تتمكنوا من معرفته، وأرجو لكم حظا سعيدا مع جوائز هذا البرنامج القيمة. ولا تنسوا أن تكتبوا على الظرف تلفزيون المملكة العربية السعودية في جدة، وإلى اللقاء.